طب وطيح وما كيتحببش هاد التوب هذا، ما كيتحببش التوب ديالو راه مطلو. الخدمة ديال البرشمان خدمة فيه راقية، عندنا 32 كما كتشوفوا الخدمة ديالها حتى هي راقية. الكتاف عندنا 43. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كنت من إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. اليوم جبنا لكم كما العادة جلابة للبيع، جلابة مخدومة بالبرشمان، يعني أغلبية ديال الجلابة غندوزوها مخدومة بالليد بالتوب مليفة كاشمير، وكاين عندنا جلابة مخدومة مليفة كاشمير مخدومة بالماكينة وبالطرز الرباطي. كنتمنى ان شاء الله التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عنا كما العاده بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. وغادي نبقاو ان شاء الله في القادم من الايام ان شاء الله غادي نوجدوا لكم يعني خدامين فيهم. حاليا كاين عندنا قفاطنات قفاطن، كاين تكاشط ديال الثلجه او تكاشط ديال الكريب، يعني غتكون عندنا تشكيله متنوعه، يعني هادو دايرينهم للبيع، يعني غادي في الوقت المناسب ان شاء الله غادي نحطهم، يعني غادي نحطهم في الوقيته ديالهم ان شاء الله. قوم تابعينا وما كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا معنا باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد. اليوم عندنا هذه جلابه كما كتشوفوا، هذه جلابه بالثوب ديال مليفه كشمير، الثوب ديالها راه رطب وطيح، اللوين كما كتشوفوا اللوين حتى هو راه راقي ورائع. مخدوم بالليد بالخدمة ديال البرشمان القتيب، خدمة فيه راقية ورائعة. توب ديال البرد مليفة كشمير، كاليتي مزيان ديال التوب، التوب ديالها رطب وطيح وما كيتحببش هاد التوب هذا، ما كيتحببش التوب ديالو راه مطلو، يعني جلابة درنا ليها الفتيحات في الجناب، يعني اللون ديالها راه راقي ورائع. غادي الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تتبع معنا الفيديو، غادي تشوف فيه مثلا العبار ديالك، الا كان العبار هو هذاك غادي تواصل معنا في الواتساب. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه غادي كتبقى ب 700 درهم، الثمن ديالها كدير 700 درهم طالعه. عندنا في الكتاف 41، عندنا في الطول ديالكم كما كتشوفوا الخياطه راه دوزنا لها البرشمان حتى من الكمام. الطول ديالكم عندنا 61، وعندنا في الصدر الصدر 30، الصدر 30 عندنا في ليهونش الحوض الدوره ديال الحوض 32، والطول الطول ديالها طول ديال الجلابه الطول ديال الجلابه عندنا مترو 34، يمكن تزاد الا بغيتي تزيدي فيها او تنقصي، الا زدتي فيها غتوصل مترو 38 وغتبقى عند التكشيفه لتحت. طول عندها راه مترو 34. كما قلنا التوصيل، التوصيل راه داخل وخارج المغرب، فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. الخدمه ديال البرشمان ديال الليد كما كتشوف الخدمه ديالها راقيه ورائعه، ديال هاد الخدمه ديال البرشمان ديال الليد، يعني ما كديموضاش كتبقى تلبس دائما. ودرنا لها التوب هذا، التوب ديال مليفه كشمير حتى هو كيبقى يتلبس دائما، يعني بالصحه والراحه يعني السيده اللي غتاخذها. ندوزو دابا الموديل واحد اخر، عندنا هذه جلابه حتى هي نفس التوب والخدمه المختلفه ديال البرشمان، درنا لها هذه الخدمه هذه مع الكميمات، درنا لها الكمام حتى هما فيهم الخياطه، يعني هاد الخدمه ديال البرشمان ما كدير مغداش كتبقى تلبس دائما، يعني ما كتمليش منها. درنا لها الفتيحات حتى هما فوق من الفتحه، درنا لها هاد الخدمه ديال البرشمان، يعني راه الخدمه ديالها متقونه وراقيه، يعني بحال حاطه بنفسك. كما كتشوفوا التوب ديالها مليفه كشمير، التوب ديالها راه رطب وطيح ما كيتحببش، والخدمه راه ديال الليد، الفتيحات في الجناب، الخدمه ديال البرشمان خدمه فيه راقيه ورائعه. هذه حتى هي كتبقى ب 700 درهم. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الدرهم،
يعني هذه راه كدير 70 اورو او 70 دولار تقريبا، 70 دولار يعني 70000 فرانك. بالنسبه للناس اللي كي يحسبوا بالفرانك يعني راه كدير 70000 فرانك. بالنسبه للعبار ديالها، العبار عندنا 44 في الكتاف، عندنا في الطول ديال الكم 59، وعندنا في الصدر، عندنا 32، وبالنسبة لهونش الحوض عندنا 33، والطول بالنسبة للطول عندنا متر، عندنا متر 32، يمكن تزاد توصل متر 36. كما كتشوفوا التوب ديالها راه رطب وطيح، مليفة كاشمير، الثمن ديالها 70000 فرانك يعني دايره 700 درهم تقريبا، 70 اورو او 70 دولار. افتحات في الجناب، التوب ديالها مطلوق وطايح ورطب. الخدمه راه كما كتشوفوا الخدمه ديال راه بالليد، يعني كلها بالليد، خدمه فيها راقيه ورائعه. غادي ندوزو دابا لموديل واحد اخر. التوب ديالها راه خفيف وسخون وما كيتحببش. عندنا هذه، حتى هي مليفه كاشمير، المليفه كاشمير نفس الثوب، مختلفين غير في الخياطه. نحاولنا نديرو كل وحده نديروها من الموديل. كما كتشوفوا الخدمه ديالها حتى هي راقيه، يعني الخدمه ديال الليد راه معروفه، خدمه البرشمان بالليد. الخدمه ديالو راه مطلوقه صبني ولبسي، وحتى الثوب حتى هو اختاريناه ما كيتحببش، يعني درناهم بالليد واخترنا اليوم حتى الثوب حتى هو كاليتي مزيانه. الخدمه ديالو راه راقيه ورائعه، خدمه ديال القتيب بالبرشمان بالليد، افتحات في الجناب. هادي حتى هي كتبقى ب 700 درهم نفس الثمن، خدمه راه عند الليد مدوبله وعند الصدر، افتحات في الجناب، خدمة راه مطلوقة ديال البرشمان. خدمة ديالو راه راقية ورائعة ديال القتيب، خدمة ديال الليد. ندوزو للعبار ديالها. بالنسبة للكتاف، الكتاف عندنا 43، عندنا في الطول ديالكم، الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر، عندنا 30، لي هونش الحوض عندنا 34 في الحوض، والطول بالنسبة للطول كاينة مترو، 31، يمكن تزاد توصل مترو 35. الطول راه يمكن تزيدي فيه، يمكن تنقصي منه. كما كتشوفوا كاليتي ديالها مزيان، ديال الثوب ولا ديال الخياطه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب، يعني جروبات في الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كما قلنا هذه حتى هي راه الثمن ديالها كدير 700 درهم، يعني كل ما دو في فيديو 700 700، يعني 70 اورو 70 اورو الوحده، الارسال داخل وخارج المغرب. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.